بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هشوف في الداينامو ازاي اعمل تحديد لبعض العناصر في الكاتيجوري وازاي نستخدم الليست. دلوقتي اروح للريفيت هقول له انا عايز اعمل اختار من كاتيجوري، فاقول له مثلا ان هشتغل على الكاتيجوري مثلا وليكن الوول. تمام. طيب عايز ابدا اشوف الوول ديت، فهستخدم واتش. عايز اكرر الموضوع دوت، بس هنا هستخدم الدور. طيب ده هنا بس بيجيب لي الكاتيجوري. طيب انا دلوقتي عايز ابدا اعمل ليست كرييت، فاقول له كرييت ليست. هبدا اعمل ليست بحيث ممكن يكون عندي عناصر كتيره، فهبدا اظبطها. انا عندي دلوقتي ايتم 0، فاقول له خلي عندي 2 ايتم، ايتم 0 وايتم 1، واقول له الكاتيجوري ديت والكاتيجوري ديت. طيب لو انا عملت كده هشوف ايه قدامي؟ هشوف عفريت، هشوف ان هو يقول لي انا عندي دلوقتي الليست فيها وول وفيها دور. طيب انا عايز ابدا ادخل اجيب كل العناصر الموجوده في الكاتيجوري. طب ازاي اجيب كل العناصر الموجوده في الكاتيجوري؟ بسيطه، بقول له اول اليمنت في كاتيجوري. طيب عايز اشوف من الليست هيت، طيب عايز اشوف العنصر ديت، هقول له هات لي الواتش، هلاقي ان هو جاب لي كل العناصر في ليست 0 ده اللي موجود فيه الوول، وليست 1 اللي موجود فيه الدور. جميل جدا. طيب انا عايز دلوقتي ابدا اختار من الليست ديت، فهقول له ليست جيت ايتم اوف اندكس، يعني هاخد هديله ليست وهديله الاندكس، يعني هديله الرقم بتاعها. يعني ده مثلا الباب ده واخد 0، الباب ده واخد 1، الباب ده واخد 2، فاقول له خد الليست دي كلها وانا هديك من عندي جدعانه انتجر سلايدر. ممكن ادخل هنا في الجزء دوت اقول له المينيمم 0 والماكس بتاعي 1، واقول له طيب تعال نشوف الشغل ده هيعمل لنا ايه. اقول له واتش، دلوقتي انا لما اخترت الليست 0 جاب لي كل العناصر الموجوده في الول. طيب لما اقول له لا اختار لي الليست اللي هي الدور، هيجيب لي كل العناصر الموجوده في الدور. طيب انا عايز ابدا اختار تاني من القائمه دي، فاختار دول كده اللي هي ايتم ليست جيت ايتم اوف اندكس، اقول له خد الليست ديت. وهو هنا انا اخترت هشتغل على ان ليست، وهنا اختار ان عنصر من الليست ديت، واقول له بقى لا خليني مثلا من 1 لـ100 الماكسيمم بتاعي، الماكسيمم بتاعي 100. تمام. طيب خلينا نشوف الواتش. طيب ايه اللي حصل دلوقتي؟ انا بختار عنصر واحد بس اللي هو مثلا رقم 1 اهو. طيب هات لي الرقم اللي مثلا 38، هيبدا يغير لي. كل ما اتغير بيبدا هو يغير في العنصر الموجود هنا. تمام. طيب خلينا نقول له احنا مش عايزين نشتغل على البواب، عايزين نشتغل على الوول، فجاب لي فعلا الوول اهو. وتقدر تغير براحتك، كل ما تغير هتلاقي الاي دي ده بيتغير حسب الباب كده. انت بتعمل سيلكت الباب، فتقدر تعمل عليه اي عمليه، ديليت موف، تقدر تدهنه اي لون، تخبط عليه عشان حد يفتح لك، تقدر تتعامل معاه حسب ما انت عايز. ممكن تقول له مثلا ايه، خد كل الابواب اشتغل على باب باب اعمل فيه كذا، فبيديني تحكم اكتر في الفاميلي وفي الريف.